السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وأهلا بكم في خبر جديد من أخبار قناة عبير عامر. ياريت الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان توصل لكم كل إشعاراتي. الاتحاد الجزائري يوضح حقيقة وجود شيخ لإبعاد الأرواح الشريرة عن اللاعبين. خبر بيقول أصدر الاتحاد الجزائري لكرة القدم بيان يوضح خلاله حقيقة استدعاء شيخ لإبعاد الأرواح الشريرة عن اللاعبين. وعبر الاتحاد عن انزعاجه من مثل هذه الشائعات مؤكدا انها معلومات غير صحيحه، واعلن الاتحاد انه لم يجرأ التفكير في الاستعانه براق لطرد الارواح الشريره، ولم يقم بتقديم طلب افاده راق بقصد تقديم خدمات خاصه لعناصر المنتخب الجزائري. كما ادان الاتحاد الجزائري بشده هذه الاخبار التي اعتبرها تسيء لصوره المنتخب والجزائر عامه، مردفا انه يحتفظ بحقه في متابعة ناشري هذه الشائعات التي وصفها بالمغرضة. واضاف الاتحاد الجزائري ان منتخب محارب الصحراء لا يؤمن سوى بالتنافس الشريف على ارضية الميدان، ويعول على اداء لاعبيه وقدرتهم لتشريف الالوان المنتخب الجزائري.